السلام عليكم يا شباب. النهاردة إن شاء الله هنبدأ في المحاضرة الثانية في شابتر 2. إحنا كنا بدأنا بالسيركت سوليوشن تكنيكس، قلنا ناخد 2 ميثودز عن طريقه ما أقدر أعمل الدايرة كومبليت سوليوشن. النهاردة هناخد إن شاء الله النودال أناليسيز تكنيك. أفكركم بالمحاضرة اللي فاتت، غطينا جزء الميش أناليسيز، في الميش اناليسز عملنا ايه يا شباب؟ قلنا ان احنا بنشوف كم ميش كارنت موجود عندي وبحددهم وبوضحهم على السيركت بتاعتي، بعد كده اكتب معادلات واحل المعادلات يا اما بكرامر يا اما عن طريق سيميلتينيس سوليوشن مش بالكالكوليتر طبعا، واطلع الميش كارنتس. عن طريق تطليع الميش كارنتس دول يبقى انا عملت كده كومبليت سوليوشن للداي. النهارده ان شاء الله هنبدا ايه النودال اناليسز. النودال اناليسز بمنتهى البساطه دي ان انا اما اديك اي دايره كهربيه، اهم حاجه في البدايه تعرف عندك كام نود في الدايره. فزي ما واضح في الرسمه اللي قدامنا عندي 3 نودز موجودين. الثلاثه نودز دول هم ادي النود الاولانيه انا عامل لها هايلايت مشترك فيها برانش 2 3، وادي النود الثانيه مشترك فيها 3 برانش، ادي برانش 2 3، وادي النود الثالثه اللي هي اكبر نود موجوده تحت في الدايره. وليه دي كلها نود واحده زي ما اتفقنا؟ لان ده كل ده واير، ما فيش بوتنشال ديفرنس ما بين اي نقطه هنا موجوده على النود زي ما احنا عارفين. فبعد ما بحدد النودز بختار حاجه اسمها ريفرنس نود. ايه ريفرنس نود دي يا جماعه؟ لما اجي اقول لك جهد النود دي دلوقتي 10 فولت، هل الجمله دي سليمه كهربيه؟ لا، لازم ال 10 فولت دول ميجرد ويز ريسبكت تو سيرتن ريفرنس. فبالتالي يعني زي المثال اللي انا بقوله دايما كده، انا لو انا قلت لك دلوقتي انا واقف على بعد 10 متر، هل الجملة دي سليمة؟ هترد تقول لي لا الجملة مش سليمة، واقف على بعد 10 متر من ايه؟ يبقى لازم اما اقول انا واقف على بعد معين لازم اخد ريفرنس. نفس الكلام اما اجي اقول النود دي البوتنشال بتاعها في 1، يبقى في 1 ده لازم يبقى ميجرد ويز ريسبكت تو ريفرنس، يبقى اكبر نود خلاص في الدايره اتفقنا ان احنا ناخدها ريفرنس. يعني ايه ريفرنس في الكهرباء؟ يعني هديها بوتنشال، اسيوم ان البوتنشال بتاع النود دي بزيرو يا شباب. يبقى انا عندي كده نود ثانيه اللي هي في 1 ليها بوتنشال، ونود الثانيه اللي هي في 2 ليها بوتنشال. في 1 وفي 2 دول لو اتعرفوا يبقى انا عملت كومبليت سوليوشن للدايره. ليه كومبليت سوليوشن للدايره؟ سي لو سالتك مثلا عن اي اللي ماشي هنا، هتقول لي اي في ار 1 بكام؟ هتقول لي فرق الجهد على ار على الريزيستنس نفسها. طب فرق الجهد بكام؟ ب في 1 ماينس 0 ديفايدد باي ار 1. سالتك على الكرنت هنا، في 1 ماينس في 2 على ار 1 2، او الكرنت ممكن يبقى في اتجاه عكسي، في 2 ماينس في 1 على ار 1 2، على حسب مين الكبير، في 1 ولا في 2. سالتك على الباور بتاعت السورس ده بكام؟ هتقول لي والله الباور دي الكرنت في الفولتج اكروس الكرنت سورس. طب الفولتج اكروس الكرنت سورس ده بكام؟ واضح ان هو في 2 ماينس 0. يبقى لو ضربت في 2 تايمز اي اس 2 هعرف الباور بتاعت السورس ده، لو ضربت في 1 تايمز اي اس 1 معنى كده ان انا لما اعرف في 1 وفي 2 يبقى انا عملت كومبليت سوليوشن للداتا. طب ازاي نعرفهم؟ بمنتهى البساطه اول حاجه بعد ما احدد النودز ابدا اكتب معادلات في عدد المجاهيل اللي عندي. عندك كام مجهول؟ عندي مجهول في 1 وفي 2. طب محتاج معادلتين، اكتبهم ازاي؟ على الخلفيه اللي احنا خدناها اصل النودال هو كي سي ال. كل اللي انا هعمله هاجي اطبق كي سي ال عند في 1 واطبق كي سي ال عند في 2. طيب طب اما اجي اطبق كي سي ال عند في 1، هنا الكرنت متحدد لان ده كرنت سورس. طب هنا الكرنت هاسيوم ان في 1 دي اكبر بوتنشال في الدايره. يعني ايه اكبر بوتنشال في الدايره؟ يعني وانا بكتب كي سي ال عند في 1 هعتبر ان في 1 دي اعلى بوتنشال، يعني الكرنت خارج منها في الاتجاه ده اي 1 ماشي منها للريفرنس، والكرنت خارج منها من في 1 لفي 2 اسمه اي 1 2 زي ما هو موضح على الرسم. طب لو جينا طبقنا كي سي ال، كي سي ال عند في 1 بيقول ايه؟ سيجما الكرنت انبوت على النود بيساوي سيجما الكرنت اوتبوت من النود. طيب مين الكرنت اللي انبوت على النود دي واحنا واقفين عندها؟ اي اس 1. مين الكرنت اللي خارج من النود؟ يبقى اي اس 1 ايكوال اي 1 بلس اي 1 2. طيب عايز اي 1 بدلاله اومز لو، اي 1 هو الكرنت في الاتجاه ده، يبقى عباره عن في 1 ماينس 0 ديفايدد باي ار 1، يبقى ده اي 1 شلته وحطيت في 1 ماينس 0 ديفايدد باي ار 1. طب عايز اي 1 2 في الاتجاه ده بدلاله في 1، لا هو هيجي بدلاله في 1 وفي 2 لان ماشي الكرنت في الاتجاه ده عباره عن البوتنشال ديفرنس على الريزيستنس ار 2 اللي هو في 1 ماينس في 2 على ار 1 2 نفسها. يبقى ده كده دي ايكويشن في 2 انونز. مين الانونز اللي عندي؟ في 1 وفي 2 تحت بند ان احنا عارفين ار بكام، والكرنت سورسز طبعا بيبقى متحدد بكام امبير. زي ما عملت عند في 1 اللي ما فهمنيش في دي يفهم في الجايه، عند هطبق او هكتب كي سي ال عند في 2.
في كي سي ال بيقول سيجمال كارنت انبوت على النود بيساوي سيجمال كارنت اوت النود. طب النود دي وانا واقف عندها افترضت ان هي اكبر في البوتنشال فخارج منها كارنت اي 2، كل دي افتراضات وقيم الفولتجز هي اللي بتحدد. كمان في خارج منها كارنت اي 2 1 من في 2 ل في 1 على بند تحت بند ان في 2 برضو اكبر من في 1 بما اني بكتب كي سي ال عند في 2. يبقى انا عندي هنا تيار خارج للسبلاي وتيار خارج اسمه اي 2 وتيار خارج ثالث اسمه اي 2 1. يبقى سيجما الكارنت انبوت على النود بزيرو. طب سيجما الكارنت اوتبوت من النود هو اي 2 بلس اي 2 1 بلس اي اس لان الثلاثه خارجين. طيب بعد اذنك هنجيب السورس الناحيه الثانيه. يبقى عندي ماينس اي اس 2 ايكوال في 2 ماينس 0 ديفايدد باي ار 2. ده اللي هو مين يا شباب؟ ده اي 2 اللي هو عملت ايه؟ فرق الجهد على المقاومه ار 2 هو في 2 ناقص 0. لو قسمته على ار 2 يديك اي 2 زي ما انا موضح هنا. كمان اي 2 1 طاير من هنا في الاتجاه ده في من في 2 لفي 1 بكام؟ ب في 2 ماينس في 1 ديفايدد باي ار 1 2. دي سكند ايكويشن في 2 انونز باي سولفينج 1 اند 2 وي جيت في 1 في 2. يبقى احنا كده عملنا كومبليت سوليوشن للدايره. طب يا دكتور ده انا كده فارق كارنت اي 1 وفارق كارنت اي 2 وفرد ده مش تعب عليا ده؟ لا، احنا هنعمل ايه بقى؟ هل النودل ان انا اطبق كي سي ال بس؟ لا، النودل ان انا اكتب معادله جاهزه وهنحاول نكتب المعادلتين اللي احنا تعبنا فيهم دول وفرضنا اتجاهات كارنت هنحاول نكتبهم دايركتلي بمجرد النظر للدايره زي ما هنشوف في السلايد. باجي بديك دايره زي دي بقول لك حل يوزنج نودال اناليسيس. اول حاجه باخد اكبر نود زي ما هو واضح ريفرنس نود، باجي على النود دي اكتب عليها بوتنشال في 1 والبوتنشال بتاعها في 1 ميجرد بالنسبه للريفرنس طبعا، واجي على النود دي اكتب البوتنشال بتاعها في 2 ويز ريسبكت للريفرنس برضه. كده انا ولا فرضت تيار ولا عملت اي حاجه. وباجي كده انا محتاج معادلتين في مجهولين عشان احل الدايره. هاجي اقول للدكتور كده نودال ايكويشن ات في 1، ما قلتش كي سي ال، هتمشي زي ما انا بمشي كده، هنقول نودال ايكويشن ات في 1. ايه نودال ايكويشن ات في 1؟ وانا واقف عند النود دي اول ما بتيجي تكتب معادله بتسال نفسك سؤال، هل في اي كارنت سورس واصل مباشره على النود؟ اه، في مين؟ اي اس 1 داخل ولا خارج؟ لا، اي اس 1 شكله كده ايه؟ داخل. طيب يبقى بما انه داخل فياخد اشاره بوزيتيف في الليفت هاف سايد، يبقى اي اس 1 ايكوال. طيب عندك كام برانش واصل على النود دي غير الكارنت سورس؟ ادي برانش وادي الثاني. طب يبقى انت عندك كام ترم في المعادله؟ ادي ترم وادي الثاني. الترمين بيبداوا في 1، يعني لو جيت تتكلم على البرانش ده هتقول الكارنت فيه بكام من غير ما توجه دايركشن لكارنت ولا حاجه، هنقول في 1 ماينس 0 ديفايدد باي ار 1. طيب خلصنا هنا، الفرع الثاني بايه؟ ها بلس في 1 ماينس في 2 ديفايدد باي ار 1 2. دي المعادله اللي احنا كتبناها المره اللي فاتت. اللي ما فهمنيش في المعادله دي يفهم في الجاي. عايز اكتب نودال ايكويشن عند في 2، السؤال الاولاني اللي هو الليفت هاف سايد للايكويشن اللي هو هنا ده، هل في اي كارنت سورس واصل مباشره على النود؟ اه، مين هو؟ اي اس 2. طب داخل ولا خارج من النود؟ خارج من النود، يبقى ياخد اشاره نيجاتيف، يبقى ماينس اي اس 2 ايكوال. طب لو ما كانش فيه يا جماعه كنت هاخد زيرو. عندك بقى كام برانش غير الكارنت سورس؟ ادي برانش ادي التاني. طب الكارنت هنا بايه؟ الكارنت هنا بما اني بكتب لفي 2 يبقى كل الترمات هتبدا بفي 2، يبقى في 2 ماينس 0 ديفايدد باي ار 2 او الترم الاولاني ده بلس هنا الكارنت بكام؟ في 2 ماينس في 1 ديفايدد باي ار 1 2. يبقى انا من غير ما اتعب وبدل ما احط اتجاهات للكرنتس اي 1 واي 1 2 واي 2 1 واي 2، لا انا بكتب دايركت الايكويشن بمجرد النظر للدايره زي ما اتدربنا مع بعض. طيب جميل، هل كده خلاص النودل يا دكتور؟ لا، اللي احنا خدناه ده ابسط حالات النودل زي ما فاكرين في المش. ايه ابسط حالات النودل؟ ان كل نود لما اجي اقف عندها كل اللي اشوف كرنت سورسز وايه وريزيستورز. طيب وجود الفولت سورس يدخلني في كيس 2 في النودل. كيس 2 في النودل فيها حالتين، الحالة الأولانية إن الفولتج سورس يبقى ما بين كونكتد بتوين الريفرنس نود وأنون نود، وكيس 2 إن أنا عندي الفولتج سورس يبقى بتوين تو أنون نودز وده بنسميها حالة السوبر نود. طب الكلام ده يبان إزاي؟ يبان أسهل في الإكزامبلز زي ما هنشوف مع بعض في ثلاثة إكزامبل موجودين معانا في السلايدز الجاية. خلينا نبدأ الإكزامبلز بتاعتنا يا شباب بإكزامبل 1. اكزامبل 1 راجل مديني الكتريك سيركل زي ما احنا شايفين وبيقول لي اول ريزيستورز جيفن ان اوم، يعني المقاومه 1 و2 و3 و4 دول كلهم بالاوم. يوز نودال اناليسيس تو فايند اي واي، يبقى هو بيقول لي استخدم نودال اناليسيس تو فايند واي
اي واي سوري اي اي واي اي واي ده كارنت موجود في المقاومه 4 اوم زي ما احنا شايفين. طالما قال لي يوزنج نودال اناليسيز يبقى انا مبدئيا كده نركز ان احنا لازم نلتزم بالطريقه اللي الدكتور طالب الحل بيها. طيب طالما قال نودال اناليسيز اول حاجه ببدا احدد عندي كام نود في الدايره. الدايره دي فيها 4 نود، ادي نود 2 3 4. خدنا الريفرنس نود اللي هي النود اللي تحت زي ما انا مشاور لكم كده يا شباب، والنود الاولانيه لو انا بصيت عليها هلاقي ان هي كل اللي واصل عليها ريزيستورز وكارنت سورس، والنود الثانيه واصل عليها ريزيستورز، والنود الثالثه واصل عليها ريزيستورز وكارنت سورس. يبقى واضح كده ان الثلاثه نودز دول يندرجوا تحت كيس 1 في النودل، ان هي ابسط حالات النودل الدايره تكون كلها كارنت سورسز ومقاومه. فاجي عند نود 1 واجي اكتب نودل ايكويشن ات في 1 زي ما شفنا في الثيوري ثيوريتيكال اللي فات. اول حاجه اما اجي اكتب نودال ايكويشن هسال نفسي هل في اي كارنت سورس واصل على النود في 1؟ ال 0.5 في اكس ديبندنت كارنت سورس ده، على فكره ما تنسوش ان ال 0.5 في اكس ده كله على بعضه وحدته امبير لان ده كارنت سورس بس هو ديبندنت. طالما اداني في اكس يبقى في اكس ده موجود جوه الدايره، وفعلا الفي اكس اللي موجود هنا هو الفولتج اكروس المقاومه 2 بالبولاريتي الموضحه هنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف في اكس زي ما احنا شايفين. يبقى انا عندي في كارنت سورس داخل ولا خارج كارنت سورس؟ خارج. طالما خارج يبقى ياخد اشاره نيجاتيف في الليفت هاف سايد في الايكويشن، يبقى معايا ماينس 0.5 في اكس ايكوال. تمام. عندك كام برانش واصل بالنود غير الـ البرانش بتاع كارنت سورس؟ عندي 2 برانشز، معنى كده ان انا عندي ترمين في المعادله. الترمين هيبداوا في 1 لان انا بكتب نود الايكويشن لفي 1، او بالبلدي كده زي ما انا بقول في المحاضره ان احنا واقفين دلوقتي في ارض في 1. اول ترم الكارنت فيه بكام؟ ركز مع ايدي كده، هو في 1 ماينس في 2 على 1، يبقى ده الترم الاولاني. تاني ترم البرانش التاني ده الترم بتاع المعادله يتكتب ازاي؟ الكارنت اللي في البرانش ده في 1 ماينس في 3 ديفايدد باي 4. لاحظ ان الترمين فعلا بادئين بفي 1، يبقى دي 1 ايكويشن ان 3 انونز. طيب هنيجي عند النود الثانيه، تندرج تحت كيس كام؟ كيس 1، لان اللي واصل عليها كارنت سورسز وريزيستور. لا يا دكتور ده ما فيش كارنت سورس. نقف عند في 2 ونكتب هل في اي كارنت سورس واصل مباشره على في 2؟ لا، يبقى 0 ايكوال. عندك كام ترم في المعادله؟ ترم 2 3. كل الترمات هتبقى باديه بايه؟ هتبقى باديه في 2. طب قول لي الترم اللي يخص البرانش ده بكام؟ برافو عليك، في 2 ماينس في 1 ديفايدد باي 1 اهو. طب هنا في 2 ماينس 0 ديفايدد باي 2، ما تنساش ان الريفرنس احنا بنديله بوتنشال 0. ها والترم الثالث في 2 ماينس في 3 ديفايدد باي 3، يبقى دي سكند ايكويشن. طيب هنيجي عند النود الثالثه، اندرج تحت كيس 1، ليه واصل عليها كارنت سورسز؟ كارنت سورس اهو وريزيستورز. السؤال هقول هكتب نودال ايكويشن عند في 3، هل في اي كارنت سورس واصل على النود؟ 6 امبير داخل ولا خارج؟ داخل، يبقى ياخد اشاره بوزيتيف. ان يبقى ياخد اشاره بوزيتيف، هنا كان اوت كان واخد اشاره نيجاتيف. ايكوال ايه عندك؟ خلصنا البرانش بتاع الكارنت سورس، يبقى فاضل عندي كام برانش واصل على النود؟ ادي واحد وادي الثاني. يبقى عندي كام ترم في المعادله؟ ادي ترم وادي الثاني. الترمين مالهم؟ باديين بفي 3، يبقى في 3 ماينس في 2 ديفايدد باي 3 اهو. وعندي هنا كمان في 3 ماينس في 1 ديفايدد باي 4 اهو، يبقى دي 3 ايكويشنز. كده انا كتبت معادلات النود اللي احنا خدناهم في كيس 1. هحل المعادلات عشان اطلع في 1 وفي 3. اشمعنى؟ لان الاي 1 عشان احسبه، الاي واي سوري اللي ريكوايرد في المساله اللي عايز احسبه هو ريليتد بفي 3 في 1، لان اي واي في الاتجاه ده هو في 3 ماينس في 1 ديفايدد باي 4. طب لو كان مديني اي واي في اتجاه عكسي كان بقى في 1 ناقص في 3 على كام يا شباب؟ على 4 اوم. طيب يبقى انا محتاج احسب في 1 وفي 3، بس عندي هنا مشكله في المعادلات، ماثيماتيكال بروبلم. ايه هي؟ ان دي 3 ايكويشنز ان 4 انونز. جه منين الفور ذا انون ده؟ ببساطه كده الديبندنت سورس ده لما بنشوفه في مساله كل مشكلته انه بيزود عليا انون. زود عليا مين؟ الفي اكس العادي ان احنا بنحل عشان نطلع في 1 وفي 2 وفي 3، بس للاسف الديبندنت سورس اللي موجود زود عليا انون اسمه في اكس. يبقى انا عندي كده يا شباب ركزوا كده 3 ايكويشنز بس 4 انونز. مين اللي زود عليا الانون؟ الديبندنت سورس. طب زاد عليا ليه؟ عشان وجود الفي اكس. يبقى هتيجي تجيب معادله رابعه، اجيبها منين؟ هترجع تربط بين الفي اكس اللي هنا والفيز اللي موجوده في الدايره. طب الفي اكس ده هو ايه؟ هو البوتنشال ديفرنس اكروس المقاومه 2. طب هل هو في 2؟ لا.
معنى ان انا حاطط هنا في 2 ان انا معتبر ان في 2 هو البوزيتيف والريفرنس هو النيجاتيف، والفي اكس واضح ان في بولاريتي بالعكس، يبقى الفورث ايكويشن زي ما هنشوف جايه بتقول ان الفي اكس هو ماينس في 2. الفي اكس هو 0 ماينس في 2، صح كده؟ اللي هو ماينس في 2. الفي اكس فرق الجذر على المقاومه 2 هو 0. ليه 0؟ عشان ده البوزيتيف هو اللي واصل على الزيرو والنيجاتيف هو اللي واصل على في 2، يبقى في اكس هو 0 ماينس في 2 او في اكس ببساطه هو ماينس في 2، يبقى دي الفورث ايكويشن. كده انا معايا اربع معادلات في اربع مجاهيل، مش قوي يعني، لان كل اللي هيحصل ان انا هشيل في اكس من معادله واحد واحط قيمته بماينس في 2، فالماينس هتروح مع الماينس اللي هو 0.5 في اكس، هتبقى 0.5 في 2 بعد ما اتعوض في معادله واحد، وهتحل ثلاث معادلات في ثلاث مجاهيل بكرامر، وهتطلع لي مين؟ ما تنساش ان احنا عايزين في عايزين في 1 وفي 3. عايزين في 1 دي في 1 يا شباب مش في 2، عايزين في 1 وفي 3. بعد ما هتطلع في 1 وفي 3، هتقوم جاي حضرتك معوض في المعادله بتقول ان اي واي هي في واي، سوري اي واي هو في 3 ماينس في 1 ديفايدد باي 4. معلش صلحوا دي كده معايا، هي دي في 3 ماينس في 1 ديفايدد باي 4، ودي عايزين في 1 وفي 3 مش في 2 وفي 3. يبقى دي هنا ناخد بالنا ان احنا مركزين عشان نحسب في 1 وفي 3. يبقى الاكزامبل ده مفيد جدا ان هو وراني ايه مشكله الديبندنت سورس، وراني ان وجود الديبندنت سورس بيزود عليا مجاهيل، ارجع اربط بين المجهول ده والفيز اللي موجود عندي. كمان بكرر ان احنا هنصلح دي هنا، هحسب في 1 وهحسب في 3 وهقول ان اي واي في الاتجاه ده واضح ان هو في 3 ماينس في 1 ديفايدد باي 4. يبقى بس هنصلح ال2 دي نخليها 1 ونصلح ال2 دي نخليها 1. طيب يبقى حضرتك مطالب بايه دلوقتي؟ حل لي نيوميريكالي وطلع الارقام وعوض وطلع القيم زي ما احنا متفقين. خلي بالك ان حل المعادلات مع بعض عليها حوالي 30% من درجه السؤال، ده الماث ورك بتاعك، والفاينل انسر بيبقى عليها 10%. يبقى كتابه المعادلات اهم حاجه، حل 60%، حل المعادلات 30%، الفاينل انسر الرقم ده بيبقى عليه 10%. لان احنا دايما بنحاسب في السيركت اناليسيز على البروسيديرز مش على الفاينل انسر. طيب نكمل ده اكزامبل اولاني، واضح ان احنا غطينا بيه كيس 1، وده اكزامبل كويس جدا تقدر تحله نيوميريكالي وتطلع النتائج اللي احنا عايزها. طيب اكزامبل 2، اكزامبل 2 ده مديني الكتريكال سيركتس وطالب يقول لي يوز نودال اناليسيز تو فايند ذا باور سبلايد باي 24 فولت فولت سورس. عايز ايه الباور اللي انا واخدها من 24 فولت السورس ده؟ قال يوزنج ايه؟ نودال انالسس. انسى كل حاجه مطلوبه وابدا ابلاي النودال على الدايره. الدايره دي فيها كام نود؟ فيها اربع نود، ادي نود في 1 وادي نود في 2 وادي نود في 3 وادي الريفرنس نود اللي بنختاره. البوتنشال هنا زي ما اتفقنا بكام؟ اتفقنا ان هو بزيرو. يبقى انا ايه مشكلتي دلوقتي؟ ان انا عايز اكتب ثلاث معادلات في ثلاث مجاهيل عشان اما اوجد الفي 1 والفي 2 والفي 3 ارد على اي سؤال او حاجه مطلوبه في الدايره هو طالبها مني. هنخلي بالنا ان في 1، في 1 وانا واقف عندها هنا واصل عليها ريزيستورز، واصل عليها ريزيستور بس واصل عليها فولت سورس. وجود الفولت سورس واصل على في 1 يدخلني في كيس 2 على طول. طيب هل يا ترى دي كيس 2 1 ولا كيس 2 2؟ هي دي كيس 2 1. ليه؟ لان الفولت سورس ده ابن حلال. ليه ابن حلال؟ لانه واصل بين انون نود والريفرنس نود. طب ليه ابن حلال؟ لانه بمنتهى البساطه كده معنى ان انا احط لك الفولت سورس ده بين في 1 وبين الريفرنس يبقى انا اديتك في 1. طب مين شاطر يقول لي في 1 بكام؟ واحد يقول لي ب 10 فولت، اقول له لا غلط. غلط ليه؟ لان البولاريتي هنا النيجاتيف واصل على في 1 والبوزيتيف واصل على الريفرنس. معنى كده ان في 1 اقل من الريفرنس ب 10 فولت. معنى كده ان في 1 بكام؟ بماينس 10 فولت. يبقى كده ده تطبيق مباشر على، ها برافو عليكم، كيس 2 1. طيب تعالى بقى خلصنا كده اول حاجه، المفروض ان انا فاضل لي في 2 بقى وفي 3 عشان اشوف انا طالب مني ايه الراجل في الدايره. في 2 لما اجي اكتب له نودال ايكويشن هبص الاقي واصل عليه برضه فولت سورس اللي هو كام؟ 24 فولت فولت سورس. بس الفولت سورس ده مش بين الفي 2 والريفرنس، ده الفولت سورس ده بتوين تو انون نودز اللي هم مين؟ هتلاقيه بين في 2 وفي 3.
في حاله وجود فولت سورس بتوين تو انون نودز، ده بيدخلني يا شباب في حاله كيس 2 2. كيس 2 2 اللي احنا اتفقنا عليها اللي هي حاله الايه، حاله السوبر نود. طب اتعامل معاها ازاي؟ هنشوف لما يجي لي سوبر نود بتعامل معاها ازاي، زي ما هنشوف في السلايد الجايه. ونركز ان انا كده رحت ضامم نود كبيره، شايفينها النود الكبيره دي اللي ضمت مين ومين؟ ها ضمت مين ومين؟ ضمت في 1 اللي ما بينها وما بين في 2 الفولت سورس، وكمان ضمت في ايه، سوري، في 2 وفي 3، ضمت في 2 وفي 3 في نفس الوقت، وسميتها اهو سوبر نود. وده اللي انت هتعمله في الحل ان شاء الله. نكمل الحل ازاي؟ هنشوف. انا معايا الدايره اهي، خلاص عرفت ان بين في 2 وفي 3 في عندي سوبر نود، محتاج معادلتين. ليه محتاج معادلتين؟ لان السورس ده ابن حلال قال لي في 1 بكام، فانا محتاج معادلتين عشان اطلع في 2 وفي 3. اول معادله، بس قبل ما بكتب المعادله طبعا بنوه للدكتور في الخطوات، ان بتوين اهو هتكتب تقلبني كده بتوين في 2 وفي 3 في عندي حاله سوبر نود. طيب اول معادله بتقول ايه؟ مين اللي واصل بالبوزيتيف؟ في 2. مين اللي واصل بالنيجاتيف؟ في 3. يبقى في 2 اعلى من في 3 ب 24 فولت، او ماثيماتيكالي في 2 ماينس في 3 ايكوال 24 فولت. ودي الايكويشن الثانيه تحت بند ان في 1 معانا. طيب وبعدين هتعلم على النود دي كلها وتسميها سوبر نود زي ما اتفقنا، وهتكتب بالطريقه اللي احنا خدناها في كيس 1 نودال ايكويشن، بس عند مين بقى؟ عند السوبر نود الكبيره دي. اهي السوبر نود شايفينها، انا عمال بعلم عليها اهي. السوبر نود الكبيره دي هل في اي كارنت سورس واصل مباشره على السوبر نود؟ اه. مين؟ ال 4 امبير. داخل ولا خارج؟ داخل، فياخد اشاره بوزيتيف في الليفت هاف سايد. ايكوال، عندك كام برانش واصل غير بالسوبر نود الكبيره دي غير ال 4 امبير؟ ادي برانش، ادي 2، ادي 3. يبقى عندي كام ترم في المعادله؟ ترم 2 3. الكرنت هنا بكام؟ في 2 ماينس 0 ديفايدد باي 2، تمام. طيب والكرنت هنا بكام؟ في 2 ماينس في 1 ديفايدد باي 1. في 2 ماينس في 1 ديفايدد، تمام. طب والكرنت هنا بكام؟ اللي هو البرانش الثالث اللي وصل على السوبر نود الكبيره بتاعتنا، في 3 ماينس في 1 ديفايدد باي 3. دول الثلاث ترمات اللي موجودين في المعادله. خد بالك من حاجه بقى، ان هنا ترمات الفي 3 بوزيتيف وترمات الفي 2 بوزيتيف، لان السوبر نود بتضم في 2 وفي 3 في نفس الوقت، انما لما اشترك معاهم في 1 خد اشاره ايه؟ نيجاتيف. فاكرين انتوا في كيس 1 كان دايما لما اجي اكتب عند نود، النود اللي بيبقى الكوفيشنت بتاع الفي بتاعها بوزيتيف، فهنا ليه الاثنين بوزيتيف؟ لان انا في حاله السوبر نود اللي هي ضمت في 2 وايه؟ وفي 3. يبقى دي ازاي اكتب معادلتين من السوبر نود. اول معادله بيدهاني السورس اللي واصل على البوست ناقص اللي واصل على النيجاتيف بيساوي قيمه الفولت، يبقى في 2 ماينس في 3 ايكوال 24. ونودال ايكويشن عند السوبر نود، بضم الاثنين نودز دول في ارض واحده كده شاملين خلاص الفولت السورس، لان انا خدت منه المعادله خلاص، واكتب معادله عاديه للنودال 4 داخل ايكوال في 2 ناقص 0 على 2، في 2 ناقص في 1 على 1، زائد في 3 ناقص في 1 على 3. يبقى ترمات في 3 وفي 2 هنا مالهم يا شباب؟ بص هتحل وتطلع في 2 وفي 3، يبقى انت كده عرفت النودال فولتج. ارجع بقى، والراجل طالب منك ايه؟ الراجل طالب مني مطلوب غريب شويه، طالب مني الباور بتاعت ال 24 فولت فولت السورس، وقال لي الباور سبلايد. سبلايد يعني اعتبر ان التيار خارج من البوست. يبقى انا هفترض ان في كارنت خارج من ال 24 فولت ده اسمه اي اس. لو ضربت الاي اس اللي خارج من البوزيتيف ده في ال 24 فولت يديك الباور بتاع السورس ده، زي ما دكتور عادل علمنا في الجزء الاولاني، الباور هي فولت في كارنت. طب اجيب الكارنت ده ازاي؟ واحد ضارب لخمه كده مش عارف يفرق بين الفولت والكارنت، يقول لي هو الاي في الاتجاه ده هو في 3 ناقص في 2 على 24، ده اسمه فيتال ميستيك، لان 24 دي مش مقاومه، ده فولت سورس. امال اجيب الاي اس ازاي يا دكتور طالما كده غلط؟ الاي اس اقدر اجيبه ان انا اطبق كي سي ال هنا. هو حضرتك عارف الكرنت هنا ولا لا؟ اه عارفه. طب والكرنت اي 1 ده عارفه ولا مش عارفه؟ يعتبر عارفه بعد ما عرفت في 3 وايه وفي 1. يبقى انا هطبق كي سي ال عند النود اللي هي في 3 اهو، هطبق كي سي ال عند في 3. التيار اللي داخل بيساوي التيار اللي خارج، 4 داخل اي 1 زائد اي اس خارج. طيب يبقى اي اس ب 4 ناقص اي 1 يبقى ايكوال 4 ناقص في 3 ماينس في 1 ديفايدد باي 3. معايا في 3 ومعايا في 1، يبقى بمنتهى البساطه كده هعوض هنا اطلع الامبير اللي هو اي اس، ده الكرنت اللي خارج من الاي اس. يبقى الباور سبلايد اللي خارجه من الاي من ال 24 فولت فولت سورس بكام؟ 24 اللي هو الفولت تايمز الاي اس، هتضربهم في بعض هيساوي كذا واط. بغض النظر عن الارقام اللي طالعه ايه، عايزك تركز في حاجه.
طب افرض الاي اس ده قيمته طلعت نيجاتيف، معنى كده ان الكرنت اتجاهه الحقيقي خارج من البوست ولا داخل على البوست؟ لا نيجاتيف، يبقى عكس ده، يبقى داخل على البوست. معنى كده هتعمل ايه؟ هتخليه نيجاتيف زي ما هو، وهتقول لي ان الباور سبلايد من 24 فولت فولت سورس ب 24 في اي اس، هتعوض عنه نيجاتيف هيطلع لك الباور دي نيجاتيف. ايه معنى ان الباور سبلايد بنيجاتيف؟ ان الباور هنا ابزوربت، ان الباور هنا ابزوربت. فده لو كان، ده لو كان الاي اس بايه؟ بنيجاتيف. وطبعا التوصيه بتاعتي اللي دايما بعملها لكم ان حضرتك هتحاول تحل الاكزامبل ده وتطلع الارقام وتكتب المعادلات بايدك علشان تتدرب كويس على النودل. ده الاكزامبل الثاني في النودل. عشان نثبت اللي قلناه في النودل هناخد الاكزامبل الثالث مع بعض، وده اكزامبل بسيط جدا. انا مش طالب منك حاجه في الدايره، انا طالب منك تكتب النودل ايكويشن للدايره اللي قدامك دي. طيب في الامتحان عشان مش هنختلف مع بعض انا هديك الريفرنس. طب عندي كام نوت في الدايره دي عشان اكتب لها معادلات؟ يبقى المطلوب هنا بس ان انا اتدرب على كتابه معادلات النودل. والله يا دكتور انا عندي عندي هنا في الدايره دي مبدئيا دي نود 2 3 4. هي دي نود؟ لا، دي اسمها جانكشن، لان هي واسطه بين ريزيستور وريزيستور، لان الكرنت اللي هيعدي هنا هو هو اللي الكرنت اللي هيعدي هنا، مش هيعمل برانشنج. طب دي نود؟ اه، لان الكرنت اللي داخل هنا هيتقسم هنا وهنا. طب دي نود؟ لا، دي جانكشن. يبقى انا رسم معايا الموضوع زي ما نشوف في السلايد الجايه على اربع نود. نود اسمها في 1، ونود اسمها في 2، ونود اسمها في 3، ونود اسمها في 4. طب يا دكتور لو انا سميتهم مسميات مختلفه همشي وراك؟ ما عنديش مشكله، يعني لو سميت دي في 1 وفي 2 وفي 3 وفي 4 مش فارقه معايا. يبقى ده ادي في 1 وادي في 2 وادي في 3 وادي في 4. كتبت المعادله بقى. عندي في 1، قول لي حضرتك، ها في 1 ده يندرج تحت كيس 1 ولا كيس 2؟ لا ده كيس 1، لا ده كيس 2، لا ما اعرفش. لا ركز كده، طالما واصل عليه فولت سورس يبقى ده كيس كام؟ كيس 2. طب الفولت سورس ده بينه وبين الريفرنس ولا بينه وبين النود ثانيه؟ لا بينه وبين الريفرنس، يبقى ده فولت سورس ابن حلال. قال لك ان في 2 دايركتلي بكام يا شباب؟ بناقص 6 فولت. يبقى ده، انا اسف، في 1 بكام؟ بناقص 6 فولت، اللي هو الفولت ده. يبقى في 1 بناقص 6 فولت، والفولت سورس ده عامل هنا حاله كيس 2 1. طيب هاجي اكتب لفولت نودال ايكويشن عند في 2 هلاقي في فولت سورس، بس الفولت سورس بين في 2 وفي 3. هتعمل ايه على طول؟ هتقول لي بتوين في 2 وفي 3 عندي سوبر نود. اكتب معادله ازاي؟ مين اللي واصل على البوزيتيف؟ في 2. مين اللي واصل على النيجاتيف؟ في 3. يبقى في 2 ماينس في 3 ايكوال قيمه الفولت سورس اللي هي 48 فولت. طب وبعدين؟ ده فاضل لي معادله، يبقى هضم الاثنين نودز دول مع بعض زي ما انا عامل اهو، وهسمي النود دي سوبر نود، وهكتب، ركزوا بقى، هكتب نودال ايكويشن عند السوبر نود دي. هل في اي كرنت سورس واصل على السوبر نود اللي ضمه في 2 وفي 3؟ اه، في 2 كرنت سورس، واحد داخل 1 امبير، واحد خارج 3 امبير. يبقى 1 ناقص 3، اللي داخل بوزيتيف واللي خارج نيجاتيف، يبقى التوتال هنا ماينس 2. جت منين الماينس 2؟ اللي داخل بوزيتيف واللي خارج نيجاتيف. في كرنت سورس تاني؟ لا، يبقى الليفت هاف سايد كتبنا فيه السورس، اللي داخل بوزيتيف واللي خارج نيجاتيف. عندك كام برانش في الدايره واصل على السوبر نود دي باستثناء الكرنت سورسز اللي احنا خلصناهم؟ ادي برانش 2 3، صح كده؟ يبقى عندي كام ترم في المعادله؟ 3 ترمات. الثلاث ترمات هيبداوا بمين؟ بفي 2 وفي 3. اشمعنى؟ لان انا دلوقتي في ارض في 2 وفي 3 في ارض السوبر نود اللي هي الكبيره دي في نفس الوقت. طيب يلا قول لي الترم هنا بكام؟ في 2 ماينس في 1 ديفايدد باي 1 اهو. طيب والترم هنا بكام؟ ها؟ في 2 ماينس في 4 ديفايدد باي 4، تمام. طب والبرانش الثالث ده بكام؟ على فكره ده مش واصل على ده، وصل على في 4 من فوق، انما وصل على السوبر نود من تحت من جهه في 3. طب والبرانش الثالث هنا بكام؟ ها؟ في 3، ركزوا بقى كده، ماينس في 4 ديفايدد باي 5 بلس 6، لان البرانش ده ال 6 وال 5 مالهم؟ برافو عليكم، سيريز. يبقى هنا في 3 ماينس 4 ديفايدد باي 11، اصل ال 11 اللي هي 5 بلس 6. يبقى دي المعادله الثالثه. المعادله الثانيه والثالثه دول المعادلتين الثابتين اللي بناخدهم في حاله السوبر نود. كده انا كتبت معادله 2 3 في 4 انونز. مين الاربعه انونز؟ الفي 4 فاضل، خلاص. في 4 ده يندرج تحت انهي كيس؟ ها؟ اسالوا نفسكم كده، ها؟ هل واصل عليه كرنت فولت سورس؟ لا، يبقى ده كيس 1. طب هل في اي كرنت سورس واصل؟ يبقى انا بما انه كيس 1 هقول نودال ايكويشن عند في 4. هل في اي كرنت سورس واصل عند في 4؟ لا، يبقى 0 ايكوال. عندك كام برانش بقى واصل بفي 4 يا باشمهندس؟ ادي واحد، ادي الثاني،
ادي التالت، يبقى عندي كام ترم في المعادله؟ ترم 2 3. كل الترمات هتبدا بمين؟ برافو عليكم، في 4 اهو زي ما احنا شايفين. قول لي بقى البرانش ده اخباره ايه؟ هيبقى في 4 ماينس في 3 ديفايدد باي 5 بلس 6 اهو. طب وده بكام؟ ها في 4 ماينس في 2 ديفايدد باي 4 اهو، في 4 ماينس في 2 ديفايدد باي 4. طب وده بكام؟ ها في 4 ماينس في 1 ديفايدد باي 3 بلس 2 اهو. يبقى دول الثلاث ترمات اللي موجودين في المعادله. كده بقى عندي الاربع معادلات. ايه الفايده في الاكزامبل ده وليه انا طالب كتابه المعادلات؟ عشان ايدك تمشي تتعامل مع كيس 2 1 زي ما احنا شفنا في 1، تتعامل مع السوبر نود اللي هي كيس 2 2 اللي هي تعاملنا مع في 2 وفي 3، وتعاملنا كمان مع كيس 1. يبقى الاكزامبل ده الظريف فيه ان هو بيقدر يغطي كل حالات النودل. حضراتكم مطالبين تكتبوا المعادلات دي، ولو انت عايز تجود بقى كده بمنتهى البساطه اطلب منك مطلوب وحله كده وقول لي ايه الاخبار. عايز منك الكرنت في المقاومه 3، او عايز الباور ديسيبيتد في المقاومه 3، هتعمل ايه؟ هترد عليا بشطاره هتقول لي هحل المعادلات دي واطلع في 4 وفي 1 واقول ان الكرنت في 4 ماينس في 1 على 5. الكرنت اللي هحسبه ده سكوير في المقاومه يديني الباور. عايز اي حاجه في الدايره حضرتك تقدر تحسبها بمنتهى البساطه. احنا كده خلصنا شابتر 2 وخلصنا النودال اناليسيس تكنيك. ايه المفيد في الموضوع ده او في المحاضرات؟ ان حضرتك عايزك تحل الكلام ده بالارقام. الاكزامبلز اللي موجوده عندك دي عايزك تحلها بالارقام وتتدرب وتتبع نفس الطريقه اللي الدكتور بتاعتك بيحل بيها. لو سوبر نود هتقول دي سوبر نود، لو كيس 1 بتكتب قيمه الفولت على طول، لو كيس 1 بتكتب نودال ايكويشن عند كذا، وتقوم متبع نفس الطريقه بتاع الدكتور زي ما احنا متفقين. طبعا هتحلوا وهنتابع التيوتوريال مع بعض اللي انا رافعه لكم والفيديو وحلول الشيتات بتاعت المش والنودل. ولو في اي استفسار حضرتك تقدر من خلال المندوب تسجل له على الواتس وهو يبعت لي الاستفسار وانا ارد عليك. وبالتوفيق يا شباب ان شاء الله. والمحاضره الجايه هنتكلم على نظريه السورس ترانسفورميشن ونظريه السوبر بوزيشن. اشوفكم على خير وبالتوفيق. محاضرات النودل. شكرا يا شباب وباذن الله بالتوفيق، ولو في اي سؤال نتواصل مع بعض خلال الام اس سيستم. شكرا.